الأخبار أبرزت تصريحات دكتور محمد معيد وزير المالية اللي أكد فيها أن وزارة المالية منذ عام 2016 لم تفرض أي ضرائب جديدة تحت أي مسمى، وده حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأشار إلى أن ما يتردد عن فرض الوزارة ضريبة على مستخدمي التليفون الآيفون وغيره أو عربات الفول أو الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الإداري للدولة وغير ذلك، إنما هي إشاعات ليس لها أساس من الصحة.